اهلا بحضراتكم مره ثانيه. تعالوا نشوف ابرز الاخبار في ترند الاهلي والحسابات الرسميه المختلفه على السوشيال ميديا ونعلق عليها بشكل دقيق. ونبتدي بحساب في الجول على تويتر واللي بيتكلموا على ان الاهلي يحدد 15 اكتوبر موعد الماتش العوده امام الاتحاد الرياضي المنستيري، وده ان شاء الله باذن الله مؤكد. الاهلي هيلعب يوم 9 في مباراه الذهاب، مباراه الاياب هتكون يوم 15، اعتقد هيوافق يوم سبت، والمباراه هتكون بالتحديد الساعه 6 بتوقيت القاهرة. طيب نروح كمان لخبر آخر، وده من كرة بلس وحسابهم على فيسبوك، بيتكلم عن الأهلي يطلب حضور جماهيري كامل العدد أمام الاتحاد المنستيري. نتمنى في الحقيقة بقى، الأمور الحمد لله مستقرة تماما عندنا هنا في مصر، جهات أمنية على أعلى مستوى، كل حاجة ماشية بالشكل المناسب. نتمنى إن احنا نشوف المدرجات كمان ممتلئة عن آخرها، نتمنى كده جدا لأن ده بيفرق. أدينا بنشوف مثلا ماتش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد النهاردة، الملعب لما بيبقى مليان يا جماعة بيدي متعة مختلفة للماتش. وأنت لو فتحت ساعة كاملة ليه أو في مباريات الأهلي هتلاقي الجمهور مالي المدرجات، بالتحديد في الفترات الحالية، خصوصا لما يكون الجمهور بقى ما يشوفش الفرقه وبتاع، الناس كلها متشوقه ان هي تروح الملاعب وان هي تشجع فرقها سواء بقى اهلي او مختلف الفرق، لكن ما بالك لما يكون جمهور النادي الاهلي يعني. فنتمنى ننتظر الموافقات الامنيه، وطبعا كل الاحترام للقرارات الامنيه، هم ادرى بكل شيء يعني. طيب خلينا كمان، اعتقد ملعب الاهلي والسلام 25,000 متفرج او 30,000 الرينج بتاع الحضور يعني، فان شاء الله نتمنى يكون في موافقه بكده. نروح لكره بلس برضه، حسام على تويتر بيقول لك عاجل، كاف يعلن حكم مباراه الاهلي والاتحاد المنستيري، وبيقولوا ان خلاص بشكل رسمي الزامبي جاني سيكازوي حكم للساحه، وجيرسون اميليانو دوس سانتوس حكم مساعد اول، وارسينيو تشادريك حكم مساعد ثاني، واودريك نكول حكما رابعا. ده في مباراة الإياب بالتحديد يا جماعة، اللي هي المباراة اللي هتكون بإذن الله على استاد الأهلي والسلام، وده اللي تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. طيب تعال نروح ليلا كورة، حسام على تويتر وبيقول لك مصدر ليلا كورة يكشف موعد بيرسي تاو أو موقف بيرسي تاو من مباراتي الاتحاد المنستيري. بيرسي تاو ماشي بشكل كويس جدا في المرحلة النهائية من التأهيل بعد شفائه من الإصابة في العضلة الأمامية. المؤكد انه مش هيلحق المباراه الاولى اللي هي المباراه اللي هتكون في تونس، ممكن يلحق المباراه الثانيه، بس مش هيكون في تعجل باشراك بيرسي تاو، خصوصا ان هو لسه راجع من الاصابه، ففي يعني تريث وتمهل كبير قوي في التوقيت اللي من خلاله يشارك بيرسي تاو في المباريات. لكن الراجل كولر بصراحه متابع حاله بيرسي تاو بشكل يعني دائم، ومهتم جدا بعوده اللاعب، وعارف امكانياته بشكل كويس، وتابع ماتشات ليه كتير جدا، فمقتنع بيه بالمناسبه. دي جزئية مهمة لازم جمهور الأهلي يكون عارفها، فبالتالي منتظرين بيرسي تاو إن شاء الله بشكل مغاير تماما في الموسم الجديد بعد اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية بنسبة 100% بإذن الله تعالى. طيب نروح للوطن الرياضي، وحسام على فيسبوك بيقول لك مارسيل كولر يرفض رحيل 3 لاعبين عن الأهلي أبرزهم حسام حسن. ويمكن حسام حسن كان كلام كتير عليه الفتره اللي فاتت، بس حسام خلاص يا جماعه مكمل مع النادي الاهلي، مفيش اي تفكير برحيل اللاعب، وكولر برده مقتنع بيه، وشارك حسام حسن في 3 ماتشات وديه مع الفريق، جاب هدفين، ودي بدايه كويسه في مرحله الاعداد. يمكن هنا كمان بيتكلموا عن محمد محمود ومحمود متولي، الثلاثي مكمل ومفيش اي مشكله بالنسبه لهم خالص، وتم قيدهم في قائمتي المحليه وايضا الافريقيه، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق في الموسم الجديد. طيب اخر خبر معانا في ترند الاهلي قبل ما نروح للفاصل، وده حساب بطولات على فيسبوك، وبالتحديد بيتكلموا على تصريحات لرامون فيجا لاعب توتنهام هوتسبير السابق ولاعب منتخب سويسرا، واللي اتكلم على ان مارسيل كولر محظوظ بتدريب النادي الاهلي، وقال لك كولر مختلف تماما عن مواطنه كريستيان جروس، فهو مدرب تكتيكي وقادر على تحقيق نجاحات افضل مع النادي الاهلي. يعني المؤشرات كلها ايجابيه بصراحه ناحيه كولر، الاهم دايما الملعب، الاهم دايما النتائج في المباريات الرسميه، الاهم دايما الاداء، النتيجه اهم من الاداء، بس جمهور الاهلي نفسه يشوف الفرقه بشكل كويس. العوامل كلها مهيئه للاهلي في الموسم الجديد انه يظهر بالشكل المطلوب باذن الله تعالى، تمهل بس على الجهاز الفني على اللعيبه، ان شاء الله باذن الله نوصل للشكل اللي احنا بنتمنى نشوف عليه النادي الاهلي.
طيب ده كان ترند الاهلي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نتكلم في الترند العالمي شويه، لان كمان عندنا يعني سكايب ومداخله مهمه جدا مع محلل الاداء محمود شاكر او خبير التحليلي، ونتكلم معاه في بعض الجزئيات بتخص مباراه السيتي واليونايتد النهارده. في الترند